اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بيت للكل. ما زالت الاجواء الرمضانيه حاضره ومستمره. موضوع حلقتنا لليوم عن العمل التلفزيوني والدرامي. كلنا بنعرف بانه الجمهور العربي عنده شغف عالي وينتظر ماراثون رمضان الدرامي كل عام اللي بيحظى بمتابعه عاليه واهتمام بالغ. خليكم معنا في هذه الحلقه من بيت للكل، راجعين. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله حلقاتنا المميزة والمختلفة في شهر رمضان المبارك. حلقتنا لليوم غير، لأنها بتتحدث عن الدراما كمرآة أراد صناعها تثبيتها أمام المجتمعات والوجود البشري والنفوس البشرية، لنميز بين القبح والجمال، الخير والشر وكل هذه المعاني الجميلة، ولتعكس بحق أننا شخص واحد وإنسان واحد في كل محاولاتنا وطموحنا وما نعانيه وأمالنا، ولتؤكد أن الشعب العربي أيضاً وحدوي وواحد ومجتمعاته قريبة جداً من بعضها البعض. تمام يا ياسمين، الفن بشكل عام وبالذات الفن العربي كلنا محتاجينه، لأنه الفن هو القوة الناعمة، هي الرسالة اللي بنحتاجها، اللي بنعبر فيها عن حاجات كتير، عن مجتمعنا، عن مشاكلنا، عن تاريخنا، حتى عن حياتنا اليومية كلها. وفي رمضان عشنا حقيقي مع الفن العربي ومع كل القصص اللي بتقدم حياتنا كل يوم. بالتأكيد يا شافكي وجميع زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل، كل الأعمال الدرامية خاصة الحدوتة اللي تخص مجتمع بالكامل تكون متشابهة، ويكون صدى هذا الإنجاز بعد مرور 17 حلقة من العمل الدرامي يقوم المشاهد والمتلقي باستنتاج من هي الأعمال الجيدة والممتازة. إذن اليوم رحلتنا مليئة بالأعمال الدرامية اللي راح تكون بين مصر والأردن وفلسطين والعراق. خلونا ناخذ فاصل، وبعد الفاصل تبدأ الرحلة الأولى من فلسطين. مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا فيكم من جديد، ومكملين في حوارنا وحديثنا عن الدراما في الوطن العربي وبدايتنا مع الدراما في فلسطين. لربما في فلسطين تنحصر الدراما، سواء كانت عربية صنعت عن فلسطين أو أنها فلسطينية الهوية، تنحصر في شقين. الشق الأول هو محاولة لتأريخ الحالة الفلسطينية منذ النكبة حتى اليوم والحفاظ على الذاكرة الوطنية خوفا منها من عتمة الزمن، والمحاولة الثانية كانت بعيدا عن المحتل رصد العادات والتقاليد وحياة الفلسطيني اليومية بتفاؤله بمحبته بكرهه، برصد كل ما أمكن من يومياته. هذا الحوار مستمر، وهذا الحديث مع ضيوفنا في هذه الحلقة، الفنان حسين نخلة، ممثل ومشارك في العديد من الأعمال العربية، وشاركت أيضا في مسلسل الاجتياح مع الفنان عباس النوري، وأيضا محليات مثل كفر اللوز وأولاد المختار وغيرها، وأيضا ضيفنا بشار النجار وهو المؤلف ومبادر وصاحب التجربة في مجال الدراما، وله العديد من الأعمال المحلية والتي عرضت على الكثير من الفضائيات. مكملين عن واقع دراما في فلسطين، لكن بعد هذا التقرير. بدأت صناعة الدراما الفلسطينية تحبو في فضاء الفن، مستمدة قوتها من زخم الحياة السياسية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني. تواجه الموت الذي يزرعه الاحتلال كالفنيق الخارجي من رماد النكبات، تبكي تارة وتضحك أحيانا، مستندة إلى الامتداد العضوي للقضية الفلسطينية. منذ نشأة التلفزيون الرسمي الفلسطيني تم وضع اللبنات الأولى لإخراج الدراما الفلسطينية بما يليق بعظمة الرواية التي تمثلها، إلا أن معوقات الاحتلال وتدافع الأحداث الميدانية وقصر فترة التجربة الدرامية وعدم احترافية الكادر الفني المحلي جعل من انطلاقة الدراما متعثرة على أهمية المحاولات التي تم إنتاجها. سيبقى التدفق الدرامي الفلسطيني يتصاعد بشكل عام، مستمداً العزيمة من الإصرار الرسمي على دعم هذا السلوك الثقافي، ومستنيراً بالتجارب الفنية الفلسطينية المبدعة في الدراما السورية والمصرية والأردنية.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مكملين هاي الفقرة من فلسطين. يعني أستاذ حسين، هذا التقرير وصف حالة الدراما وواقع الدراما في فلسطين، ما تعليقك بشكل عام عن هذا الواقع؟ يعني أنا بشوف فيما يتعلق بالدراما أن بفلسطين ينقصها الكثير الكثير الكثير. أولا لوضعنا الفلسطيني الاستثنائي، إحنا نعتبر الدراما مقاومة أو جزء من المقاومة. طبعا للأسف الشديد لا يوجد لدينا شركات إنتاج. أي عمل درامي يجب أن يكون هناك شركة إنتاج أو راعي من أجل خلق وصناعة هذا العمل. فبالتالي نحن نفتقر لشركات إنتاج، نفتقر لممولين ضمن هذا الإطار. هناك معوقات كثيرة ومعوقات أخرى، لكن نحاول يعني بجهود الشباب اللي مثل بشار الطموحين أن نتجاوز كل هذه المعوقات من أجل خلق دراما فلسطينية تنافس على المستوى العربي. أكيد. يعني بشار، ممكن لما بنتحدث عن الدراما في فلسطين وأنت لك تجربة في هذا الصدد، وبكل تأكيد يعني واجهت ما ذكره أستاذ حسين على أرض الواقع من معرقلات، لماذا لم ترقى الدراما الفلسطينية إلى مستوى يعني ينافس إقليميا على الأقل؟ أول شيء هو ما في ثقة للأسف في المجتمع عندنا في الدراما، وأقصد في المجتمع مش في الناس، في أصحاب القرار سواء شركات أو مؤسسات بغض النظر، لدرجة أنه لا زالوا أي عمل، إحنا طبعا كل سنة نرتقي في عملنا إما بالمعدات وبالأداء وبالقصة، مستحيل، والأستاذ حسين بيشاركني الرأي أنه إحنا ولا ثبتنا عند مستوى، كل سنة في عندنا مستوى مختلف متطور، ومع ذلك إحنا بنتغير، ولكن الحكم علينا ثابت إنتاج محلي. يا عم لا، إحنا بطلنا إنتاج محلي عن جد، بنرتقي، نحاول نطلع من دائرة الإنتاج المحلي. يعني إحنا بنحاول ورح نضلنا نحاول، ما نفقد الأمل، بس بدنا يعني بدنا حدا يكون معنا أكثر من هيك، لأنه الفن الفلسطيني يعني أنا حتى الجيل الأكبر منا اللي هو عنده صار خبرة عشرات السنوات بيكبر، وإحنا يعني برضو معنا بدنا نستفيد منهم من خبراتهم، إضافة لشراكة ممكن عربية مع شركة إنتاج عربية. خلينا أخذ منك بشار هاي النقطة ونتحدث فيها مع الأستاذ حسين. إحنا لما نتحدث عن فكرة الأعمال المشتركة ساهمت بشكل كبير في يعني زيادة ولفت الانتباه إلى الفنانين الفلسطينيين، إلى أي مدى ساهمت هذه التجربة بإثراءك عربيا وأيضا عادت إليك في مشاركاتك في العمل الفلسطيني؟ يعني فيما يتعلق بموضوع المشاركات العربية، قلة من زملائنا عملوا أو شاركوا في مسلسلات خارج الوطن، في الأردن، في سوريا، في مصر. نحن نطمح أن نشارك في أعمال درامية عربية، وهذا يؤدي إلى تسويق الفنان الفلسطيني، وبالتالي يتم معرفته على مستوى الوطن العربي. بالنسبة لي أنا صادف أنه شاركت في أكثر من عمل خارج الوطن، يعني بتذكر من بداية التسعينات لأواسط 93 شاركت في مجموعة من الأعمال الأردنية، كنت مقيم في الأردن في ذلك الوقت، وبذكر على سبيل المثال كان في مسلسل اسمه النخوة، ومسلسل كان اسمه آن الأوان، مسلسل مصري هو بالمناسبة كان، لكن صور بالأردن، وفي المرحلة الأخيرة مسلسل الاجتياح اللي أخرج المرحوم شوقي الماجري وتم تصويره في سوريا، وكذلك مسلسل من سنتين تقريبا الوسواس محامي الشيطان اللي أخرجه المخرج السوري جارو أرراد، هذا في الأردن. ونأمل أن تكون لنا مشاركات مع فنانين من دول عربية من أجل أن نسوق ليس فقط الفنان الفلسطيني، ولكن الحكاية الفلسطينية والرواية الفلسطينية التي يعني قليل من الناس في الوطن العربي يجهل حقائقها بشكل عام. جميل. لربما هذه النقطة مهمة جدا للحديث عنها، وهي موضوع الحكاية الفلسطينية. بشار، لما نتحدث عنها بشكل عام، وأنت كتبت وأخرجت المسلسلات الفلسطينية، إيش أكثر النقاط اللي ركزت عليها في خلال التصوير، وإيش الهدف كان من هاي الأعمال؟
أنا بحس الناس بتميل للإشي الكلاسيكي القديم. التراث الفلسطيني عندنا غني جداً، سواء القروي في الريف أو المديني، يعني بتحس فيها ومترابطات ببعض بطريقة غريبة جداً. يعني جديد بنكتب في إشي عن مدينة نابلس قبل حوالي 100 سنة، فيها ترابط بينها وبين القرية رائع، حتى بالتفاصيل الحياة، سواء بالملابس أو بالإكسسوارات البيوت بالفرش وما إلى آخره. أنا اللي بدي ألفت نظرك ونظر السادة المشاهدين، إحنا بحجم المعاناة اللي منواجهها في كتابة النص، كونه ما عندنا مثل ما أسلف الذكر الأستاذ حسين كتاب متخصصين، عم شو سميه متخصصين، متفرغين للسيناريو، ما في إنتاج. بس أنت من وين بتجيب الأفكار؟ الفكرة ما هي الفكرة مهمة أيضا لتوجيه رسالة. أحكي لك، إما شيء عايشته، شيء سمعته، شيء قرأته، كمان في شوي يعني بسقط خيالي أو الإشي اللي بحب أشوفه بواقعي كفلسطيني، أو بحب أرجع له بالماضي تبعي. أنا تابعت الكثير من الأعمال لبشار، هو الفكرة كان في نموذج اجتماعي أكثر من الحديث عن محتل، أو هي إيصال فكرة الحياة الفلسطينية اليومية، يعني تفاصيل حياة جميلة. برأيك أستاذ حسين، يعني إحنا أصحاب قضية، أصحاب حق، أصحاب كلمة حقيقية على أرض الواقع، لكن بالمقابل هنالك الكثير من المعيقات، يعني أزاحت شوي الفلسطينيين عن الساحة أو عن المشهد الدرامي أو عن السينما اليوم، لما أو الفلسطينيين بتجسيدهم، لأنه كثير من يعني الدول العربية مشكورة يعني عززت الوجود الفلسطيني بالعديد من النصوص، لكن لم تستعن في الفلسطينيين إذا ما حكينا بهذه الطريقة زي ما أنت قلت. إيش إحنا بحاجة اليوم عشان نقنع المستثمرين فينا والمنتجين ويلتفتوا لنا؟ هو دائما يقال انه راس المال جبان. للاسف الشديد انه ان رؤوس اموال في فلسطين قادره ان تنتج اعمال، وانا على سبيل المثال ساطرح لك بعض التفاصيل المتعلقه بالسينما. سينما في ان سينما وتشارك في مهرجانات، لكن التمويل ياتي من اطراف مختلفه، من دول او من مؤسسات سينمائيه دوليه، من فرنسا، من اوروبا بشكل عام، بناء على علاقات شخصية مع هؤلاء المخرجين، أو بناء على مسابقات بيعملوها واللي بيكون مقدم مشروع فيلم ممكن يفوز فيه. هدول الحالتين. إحنا بحاجة إنه يكون في دعم. رؤوس الأموال الفلسطينية يجب أن تلعب دور أساسي في موضوع صناعة دراما فلسطينية، لأنه أكرر كما قلت سابقا، الدراما بالنسبة لنا هي نوع من المقاومة طبعاً. نحن وضعنا استثنائي، فبالتالي هناك تخوف، عدم ثقة في نجاح أعمال فلسطينية. طب لماذا تنجح الأعمال الفلسطينية السينمائية عالمياً؟ خلينا أنا وياك نتابع المقال والشارع الفلسطيني حول أبرز الأعمال التي تابعها من الدراما ورأيه فيها. أنا بالنسبة لي بحب أحضر دراما الفلسطينية أكثر شيء بالنسبة لي. حاليا يعني في واقع بتطبق بفلسطين، زي مثلا القصة اللي صارت قبل فترة، الستة اللي هربوا من السجن، تمثل لهم واقع، تمثل لهم مسلسل كان إشي عن سجن جلبوع. أنا تقريبا أو كنت بحضر أو كنت بحضر إيش؟ قليلا ما أتابع، إذا بتابع إشي تاريخي أو إشي ديني له علاقة بالمسلسلات الدينية. بحضر في رمضان رامز، مصري هو، وبحضر كمان جلطة. بحب يعني كيف انه يعرضوا يسووا مسلسلات انه بتحكي عن القضية الفلسطينية، عن اعتقال شبابنا وداخل السجون، اسرانا كيف بتعاني داخل السجون، تعرض الواقع الفلسطيني، تعرض الاحتلال مثلا شو بمارس اضطهاد الشعب الفلسطيني. احنا بنتمنى انه في فلسطين عندنا يكون اشي مرتب واشي محترم وثائقي. طبعا الاشي المرتب اللي يكون انه يحكي عن معاناة شعبنا الفلسطيني على الحواجز وعن القدس، على المسجد الاقصى المبارك، انه الناس بتقدرش تمرق على الحواجز اللي تروح تصلي. استاذ حسين، يعني كلمتك الاخيره للمشاهدين، وبايش توعدونا لقدام؟ والله تحيه للمشاهدين على امتداد مساحه الوطن العربي. نعدكم ان شاء الله بان نحفر في الصخر من اجل خلق دراما فلسطينيه تنافس على المستوى العربي باذن الله. يا رب.
كل الشكر لكم، نورتونا أستاذ حسين نخلة وأيضا بشار النجار، نورتونا في هذه الحلقة من بيت للكل. مشاهدينا، بختام هذه الفقرة لازم دائما نتذكر إنه الحياة بمجملها دراما وإحنا أبطال فيها، مهما حاولنا نقل أو استلهام أو حتى دغدغة خيالنا إلا أنه بتضل الدراما انعكاس لواقع الحياة بجمالها بقبحها وأيضا انعكاس لدواخلنا ولنفوسنا ولطموحاتنا ولما نعانيه وما نأمل به. مكملين معكم مشوار بيت للكل بعد هذا الفاصل. حينما نجوب أغلفة الدفاتر باحثين عن المنتمي، بينهن يلوح صوت يحكي لنا كل هوى الوجدان وما تحت الأفئدة، إنه الشاهد والرقيب. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام ومتابعين برنامجنا العربي بيت الكل. هذه المرة وصلنا إلى العراق وخاصة الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك ونسب المشاهدة وأيضا نجاح الأعمال. بعد مرور هذه الأيام قدرنا نكتشف من خلال الأعمال منو من أهم الأعمال اللي نجح وتلقاه الشارع العراقي من خلال الاستطلاع. مسلسل بنات صالح، مسلسل قصة حلوة، يعني شلون واحد ينظلم وينسجن وبعدين يلقى بناته. اليوم الدراما العراقية لها تأثير واضح على الشارع العراقي بعودة الروح الثقافية والفنية إلى النفوس العراقيين. بنات صالح أصلاً مسلسل يخبل ويعني يحكي على ظروف العالم وعلى شلون يعني يمرون مأساة، شلون يعني نقول يتفرقون وشلون يجتمعون. بنات صالح أكثر شيء بيأثر على الشعب العراقي بما يطرح من مشاكل اجتماعية وعصرانية تقريبا. أكثر مسلسل أثارت انتباه الشارع العراقي هي مسلسل بنات صالح. مسلسل بنات صالح هي أثارت يعني فد عادات اجتماعية وبوجه التحديد عادات عائلية تحديدا، تطرقت إلى مسألة الظلم داخل الأسرة والظلم اللي يصير من قبل الناس. أكثر اللي نشوف هسه بالمسلسل بنات صالح أو ألماس مكسور، يعني إحنا البعض عندنا إنه ده يعيش هذا الواقع. خلينا أرحب بنجمنا العربي الفنان محمد هاشم، نقول لك مساء الخير ومبارك لك نجاح بامتياز في مسلسل بنات صالح الذي أبكى الشعب العراقي. أشكرك جدا أستاذ أحمد، مساء الخير ورمضان كريم على كل مشاهدينا على الأمة العربية والإسلامية. وسعيد أن ألتقي بك. أنا أسعد حقيقة. الله يحفظك. شنو رأيك الفكرة بأن البرنامج ينعرض بأربع شاشات، مصر والأردن وفلسطين والعراق؟ فكرة من أروع ما يكون، وهي هذه العرب، إحنا وطن واحد، ماكو حواجز ماكو كذا. أيضا بالإعلام خلي يكون إعلام مفتوح ونسلط الضوء على كل الحالات الفنية الإنسانية الوطنية، وقالت لي يكون أكثر من أربع دول إن شاء الله يتطور هيك الموضوع. 250 مليون مشاهدة خلال الأسابيع الأولى لبنات صالح. نعم. شنو يعني لك هذا الرقم؟ والله يعني للكثير، وايضا يعني بعيدا عن المشاهدات ايضا المسلسل شكل حضور مهم في وجدان المشاهد العراقي والشارع العراقي وايضا العربي. كثير من الدول العربيه تابعوا المسلسل وتعاطفوا معه وشافوه، فيسعدنا ان يتجاوز ال 250 مليون مشاهده، واعتقد هذا لم يحدث مع اي مسلسل طبعا اول مره تصير عندنا عربي او عراقي. سعيد جدا بهذا. احنا سمعنا هناك اراء عربيه بمتابعه ومشاهده مسلسل بنات صالح. نعم. باقي الدول العربيه. نعم. ايضا هناك نفس متابعة. التاثير اللي صار بالشارع العراقي والعوائل العراقيه حدث نفس التاثير في، لانه موضوع يهم الانسان العربي، يهم يعني موضوع كإنسانية. نعم. موضوع اسال عن هذا الموضوع، ليش دائما الحدوته الاجتماعيه تكون مؤثرة بالمجتمعات كلها على صعيد العراق، مصر، الأردن، فلسطين؟ أعتقد يعني معظم ظروف الوطن العربي فيها غليان سياسي واقتصادي وحركة داعش والعنف وكذا، فشقد ما يكون الموضوع بسيط، شقد ما يكون الموضوع إنساني إلى علاقة بالناس وبوجدانهم وبضميرهم، فراح يشكل حضور. أيضا هذه يعني مهمة من مهام الفن. إحنا الحقيقة يعني الناس المسؤولين على المسلسل وصناع المسلسل
كان يعني لنا الإنسان والإنسان البسيط، ولهذا اختارينا حدوتة شخصية بسيطة. حدوتة جدا بسيطة جدا بسيطة، تأثر بالناس، تأثر في دواخلهم، في ضميرهم، في كذا. يخليني أسأل، هل أتعبك دور الأب في المسلسل أم في الحياة؟ لا في المسلسل، ومو بس أب، جده أيضا. أتعبني كثير، ويعني أثر على صحتك نفسيا وجسديا، لأنه أنا الحقيقة الشخصية كانت فيها تحديات كثيرة. هي أول بطولة مطلقة يعني أقوم بها. صالح شخصية صعبة، بها انتقالات كثيرة، بها مشاعر كثيرة، بها تقريبا 3 مراحل عمرية، بالإضافة إلى فكرة أنه شخصية مظلومة منذ يعني منذ أن تظهر على الشاشة بالحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة، وشخص يعني ظلم كثيرا. هذا يخليني أسأل، هل الفرص المتأخرة في البطولة؟ نعم. يعني حقيقة بنات صالح هو محمد هاشم أو صالح، الفرص المتأخرة جعلت من محمد هاشم في لحظات تجلي عظيمة، بحيث من يراقب وينتقد بشكل إيجابي ذكر بأن وصل محمد هاشم إلى لحظات من التجلي، كأنه أداء يحيى الفخراني في المسلسلات المصرية، وخاصة حتى في الحدوتة الاجتماعية. نعم. هي مو بطولة متأخرة، الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني نعرف البطولات المسبقة في أعمال كثيرة وفي بطولات كثيرة. يعني أنا من نوع الممثلين اللي ما يعني لي أنه 30 حلقة أو مشهد واحد. الدليل أنا مثلا أنا اشتغلت مشاهد في 30 حلقة، مشهد واحد وطلع مؤثر. إيش قد الشخصية قريبة مني، من روحي، من أفكاري، إيش راح أقدم بيها. أنا صالح كانت شخصية جديدة بالنسبة لي، شخصية بيها تمثيل عالي، بيها حس عالي. فأجدت يعني أتلائم طموحي وأتلائم فكري وأتلائم لي بهذه المرحلة. أيضا أنا هي مرحلة عمرية بالنسبة لي بالأداء. أما الألقاب، إنه الفنان القدير والنجم العربي الكبير يحيى الفخراني فهو اسم كبير ومهم. أنا يسعدني أن يقولون محمد هاشم، بدل ما اليوم نقول محمد هاشم. نعم نعم. لكن تقارب الصور، كل بلد بيها ممثل. نعم. يقدم هذا الطبق الدسم من. نعم. الإنسانية. نعم. ولحظات تجلي. نعم. والدموع اللي رافقتك من بداية الحلقات إلى نهايتها، أي المشاهد اللي أتعبتك حقا، حسيت روحك انهارت في الشخصية كليتها؟ يعني أتعبت لي في كل مشهد، أنا أتعب في كل مشهد، لأن أطيت الشخصية، أطيتها من 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 روحي، من مشاعري، من وحسيت بيها وتبنيتها وكذا. وعلى فكرة كان المشهد الأول هذا قل ما يحدث أيضا، من أول أنا صالح، هذا صار مشهد ارتجال. يعني المخرج اقترح لنا على أساس يكون بالحلقة الأخيرة أنه نصب الكاميرا، ولأنه أنا كنت عايش الشخصية، فخلى الكاميرا وقال كيو بدأ الحوار بدون أن نحضر للحوار، بدون أن نعمل تيك ثاني أو ثالث، بدأ الحوار يسترسل بداخلي، لأنه الشخصية كنت عايشة وطلع من أجمل المشاهد. دائما نشوف آراء المخرج في كل الأعمال الدرامية، هل هذا العمل كسر هذا القيد فلم تكن أو لم يكن عمل بنات صالح هو رهينة آراء المخرج بشكل عام؟ طبعا احنا عندنا مخرجنا مخرج مجتهد ومخرج باحث ايضا، ومخرج تعب مع كل الممثلين. نعم. فالكل كانوا متعاونين، الكل كانوا يعني مصرين على نجاح العمل، وانا نقدم مسلسل يكون قريب من الناس، والحمد لله. هل على الممثل التمرد على القوالب التمثيلية الخاصة بالمسرح وبالدراما في بعض الأحيان؟ نعم، في كل الأحيان، في كل الأحيان. وعلى فكرة أيضا أمزجة الجمهور متغيرة، يعني اللي هذا الموسم المواضيع اللي يعني الناس تابعوها كذا يمكن الموسم الآخر ما يتقبلوها. فإحنا مهمتنا في الإعلام، في التمثيل، لازم دائما نسوي أبديت، دائما تكون متغير، شوف متطلبات الناس، متطلبات نعم، فلازم تكون أنت متجدد ودائما متطور ودائما. أسأل، في بعض اللحظات شاهدنا مقاطع نزلت انهيار الممثلين وخاصة البنات. نعم. ببكاء غير محدود، كانت الانفعالات شديدة بسبب أدائك المرعب. الحمد لله، هو كان أكو صدق من الكل، وكان أكو تحدي من الكل. فعلا أنا كنت أحس هم بناتي، وهم كانوا يحسون أني أبوهم. إحنا عندنا الحدوتة لطيفة، القصة لطيفة، القصة الناس يعني قريبة من الناس. دليل إنه أني يومي أحد يتصل بي يقول هذه القصة مالت، وأعتقد هذا كان أحد أسباب نجاح المسلسل.
أن العائلة التابعة، الأطفال يتابعوا، الكبار يتابعوا، الشباب يتابعوا، لأنه كان قريب من الناس. وقلت لك كانت تحديات أن كادر عمل أن نقدم عمل مختلف، والحمد لله أثر منذ الحلقة الأولى. منذ الحلقة الأولى أثر على الناس وصار حديث الشارع بنات. يعني أنا تابعت الدراما المصرية حتى النقاد عندهم يقول ما نقدر نكتشف المسلسل بنجاحه إلا بعد مرور 15 حلقة عليها حتى يقيسون ذروة الأحداث وتصاعدها وتسارعها. من أول حلقة شكلت في ذهن المتلقي والمشاهد العراقي الحمد لله. هل ما يخرج من القلب يصل إلى القلب؟ طبعاً أنا ما كنت أمثل أحمد، يعني دموعي حقيقية وهذا متعارف عليه. وكل المشاهد يعني مثلاً قد ما ضربت وقد ما نمت بالشارع وقد ما كذا كلها كانت مشاهد حقيقية. أنا من النوع اللي يعني أحب التمثيل واستمتع بالأشياء. من إحنا ما نحسك بصراحة تمثل، نحسك بأن محمد هاشم نفس ما نعرفه بالحياة الاجتماعية. نعم. هذه الطيبة والمصداقية اللي عندك ودموعك اللي قريبة على العين في كل حتى بالبرامج اللي قدمتها بعيدا عن التمثيل، انت بسرعة دمعتك للعين طارت. ولهذا انا كنت صالح حقيقي، يعني شخصية صالح حقيقي عشتها بكل تفاصيلها، بكل آهاتها، بكل ألمها، بكل ظلمها. فاستقبلها الجمهور صدقني، لانه انا يعني اللي يدخل يطلع من القلب يدخل للقلب. بعد الاحباط اللي اصابنا بفتره معينه بالدراما العراقيه، هل العصر القادم هو عصر الدراما العراقيه؟ يا رب احنا نتمنى. وعلى فكره احنا لا يعني انه يعني عندنا زملاء اجتهدوا واعمال اجتهدوا، لكن لكل مجتهد نصيب، وايضا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. العمل هذا الجمهور حبه جدا، لانه ممكن صار قريب منه، كل شخص يشوف العمل يشوف نفسه بهذا العمل. والحمد لله أكو يعني رأي يقولون أنتوا عدتوا هذا العمل الثقل الدراما العراقية، ونصاب سنين ما شايفين هيك عمل أو أثر. ولأول مرة أيضا الجمهور يتفق على العمل، يعني مرات كان يصير هجوم من قبل طبعا على العمل العراقي. وإحنا الحقيقة أحمد أحكي لك شيء، أي منجز عراقي درامي لازم نرفع لهم القبعات والتحية، لأنه ظرفنا صعب، نعمل في ظرف جدا جدا صعب. لم يعني ماكو ممثل بالوطن العربي او العالمي يعملون بالظروف اللي احنا نعمل بها. فالحمد لله قلت لك اجت اراء الجمهور، يعني الكل مع العمل وحابين ويشجعون طبعا نجمنا وفناننا العربي محمد هاشم، شكرا لهذه اللحظات اللي استثمرناها من خلال وقتك. انا سعيد جدا بهذا اللقاء اللي راح ينعرض من خلال برنامجنا العربي بيت للكل، وتمنياتي لمحمد هاشم بأعمال عربية أخرى مهمة، وإحنا متأكدين بمقدرتك وعبقريتك وابتكارك وموهبتك في تجسيد كل الأدوار. لكن بنات صالح أثر بينا كمجتمع والشارع العراقي والعربي بصورة عامة. يسعدني هذا اللقاء وياك ونورتني، وإن شاء الله كل التوفيق لك. شكرا لك أحمد، وأنت أيضا من اللامين المتميزين عندنا بالبلد. شكرا لك. وأعتقد أن العربية تبدأ من المحلية. الآن الموضوع مفتوح، فممكن أن نكون مشهورين عربيا ومؤثرين عربيا. يسعدني ما أحقق أنا بالدراما العراقية المحلية، وأيضا سعيد بهذا اللقاء ونلتقي بجمهورك العربي، وإن شاء الله نوعدهم بالشيء الأحسن والأفضل بانتظار هذه الأعمال. شكراً. شكراً لك أحمد. إذن مشاهدينا كانت هذه رحلتنا من العراق حول الدراما، كانت هذه آخر حلقات شهر رمضان المبارك من برنامجنا العربي بيت للكل. تحية لكل زملائي من الأردن وفلسطين ومصر الحبيبة. إن شاء الله نلتقيكم في حلقات من برنامجنا بيت للكل في أيام العيد إن شاء الله. اللهم يحفظ إن شاء الله كل شعوبنا بما الله. رجعنا لكم من جديد، ولقائنا الآن مع مخرج أردني انخرط في العديد من المشاريع الإخراجية، نال على دبلوم الفنون والتلفزيون عام 1991، أيضا عمل على إخراج العديد من المسلسلات ليثبت أنه صاحب اجتهاد وإنجاز. المخرج شعلان الدباس، أهلا وسهلا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك، وأهلا وسهلا فيكم. يعني بداية لقاءنا اليوم راح يخص الأعمال الدرامية والعربية والأردنية بشكل عام في شهر رمضان، ولكن عندي سؤال في البداية، هل هناك علاقة بين نجاح العمل والعرض في رمضان أم لا؟
مش شرط، لكن هو جرت العادة إنه الإنتاج الدرامي يتشبع يكون عرضه في شهر رمضان المبارك. لكن النجاح لا يعني مو شرط إنه يتواجد في العمل إذا عرض بشهر رمضان. كونه شهر رمضان يعني أنت كمشاهد سواء أردني عربي أو ما راح تقدر تلحق تشوف كمية الأعمال كاملة في شهر رمضان، فحتضطر تنتقي مجموعة معينة وتتابعها، وبعد شهر رمضان تتابع مجموعة الأعمال الثانية اللي تم عرضها في هذا الشهر. فهو شهر رمضان مش مقياس نجاح، لكن هو مقياس لجمع ولم شمل العائلة أمام شاشة التلفزيون في هذا الشهر. صحيح، وممكن يكون في ظلم لبعض الأعمال أحيانا. صحيح صحيح، في أعمال يمكن بعد عرضها من بعد شهر رمضان بتلاقي نجاح أكبر من اللي لاقته الأعمال بشهر رمضان نفسه يعني. صحيح. ونتحدث عن الأعمال البدوية الأردنية في شهر رمضان المبارك، هناك عمل مميز يعني الآن يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، مسلسل المشراف الذي يحاكي واقع الواقع الأردني في معركة الكرامة تجاه العدو الصهيوني. لما نتحدث عن هذا المسلسل، حتى الآن هناك عدد من الحلقات عرضت، صدى المسلسل حتى الآن وما هي ردات الأفعال بشكل؟ والله شوف، صدى المسلسل أنا سعيد فيه، يعني سواء كان نقد بناء أو نقد إيجابي أو نقد سلبي، لأنه أنا وجهة نظري أنه دائما العمل الدرامي الذي لا يثير الجدل لا داعي له. يعني إذا عملك ما أثار الجدل فأنت يعني قدمت مادة عدت على المشاهد خلال 40 دقيقة أو 45 دقيقة أو ساعة. صحيح. ومرت مرور الكرام. لكن مدام أثار الجدل وعمل مجموعة ردود متنوعة، فأنت يمكن وصلت لحالة، خلقت حالة جدلية على هذا العمل، واللي متأمل من خلال المشرف أنه نجحنا في الوصول إليها. نعم، يعني أنت للتنويه أنت مخرج هذا العمل المشرف، ونتحدث عن الدراما الأردنية تحديدا والبدوية، دائما هناك واقع يعيشه كل وتعيشه كل دولة من خلال أعمالها التي تعرض. النوع أو العرض البدوي يخص الأردن تحديدا، وهناك إقبال أيضا عليه من الوطن العربي وبعض الدول في الخليج، ما السبب وما هو واقع العمل الدرامي الأردني تحديدا؟ شوف، يمكن التميز في الأعمال البدوية كان في اتجاه الأردن، وكثير أعمال عملت وكانت على مستوى عالي. يمكن المتابعة الخليجية أو بالذات للأعمال البدوية الأردنية هي قرب العادات التقاليد، اللهجة، اللغة. هذا بيخلي المواطن الخليجي يلجأ انه يشوف العمل البدوي سواء كان اردني او عربي يعني بغض النظر. لكن الاردن تميزت منذ زمن بانه هي الرائده في مجال الاعمال البدوي. احنا بنتامل يعني كفنانين انه نخرج عن هذا النطاق، انه نروح نصير نعمل اعمال مودرن، اعمال كوميديه اجتماعيه كذا، ما نكون محصورين في قالب البدوي وبس. لكن مدام قاعدين نتميز بهذا الشيء، ليش ما نحاول نضلنا ننشره ونضلنا مستمرين عليه لغاية ما نلاقي نفسنا في الأعمال الاجتماعية والأعمال المودرن إن شاء الله. نعم، ولكن يعني بالحديث عن الواقع العمل الدرامي بشكل عام في الأردن، هناك تأخر نوعا ما على أرض الواقع، وما سبب يعني تأخرنا عن الماراثون الدرامي أو الإنتاجي بالوطن العربي؟ هو يعني قلة الإنتاج عرفت هي سبب التأخر في الدراما الأردنية. يعني عدد المنتجين قليل، الأعمال اللي تنتج يمكن ما تكون مناسبة إنها تدخل ماراثون رمضاني كامل. فإحنا بنتأمل إنه تزيد الحالة الإنتاجية بالأردن، ونقدر من خلالها نزيد عدد الأعمال اللي إن شاء الله ترجع وتنور الشاشات العربية من أول وجديد. أكيد، ويعني هناك أيضا إذا بدنا نطلع نظرة شمولية، هناك نجوم أردنيين حققوا في الساحة العربية إنجاز، وبالحديث أيضا عن إحنا بنحكي المشاركة أو بنحكي الدراما العربية المشتركة بين الدول، مثلا هناك ممثلين زي بنحكي عن فنان ياسر المصري، الفنان منذر رياحنة، اياد نصار، صبا مبارك، ايضا صفاء سلطان، كلهم فنانين واسماء لامعه في
في الوطن العربي، وهي يعني كان إثبات بأنه الفنان الأردني قادر على انخراطه في العمل العربي بشكل عام. نتحدث عن الدراما العربية المشتركة، هل حققت الغاية؟ وما رأيك بالفرص المتاحة للفنان الأردني؟ هي الدراما العربية المشتركة حققت الغاية في أنك تجمع أكثر من ممثل من بكل بلد عربي، مختلف العادات مختلف التقاليد، وتعمل قالب ينخرط في مجال الدرامي لكل واحد في مكانه، فهي حققت تميز. لكن خلينا نحكي انه يعني الدراما المشتركة جديدة، لكن يمكن لو بدك تراجع التاريخ، الأردن هي سباقة في موضوع الانتاج الدرامي المشترك. يعني استوديوهات الأردن واستوديوهات التلفزيون ياما جمعت أعمال عربية وفنانين عرب مطربين، يعني موضوع العمل المشترك يعني بالأردن منذ زمن موجود. لكن التميز في الأعمال المشتركة العربية الحديثة يمكن اللي هو تميز الإنتاج مع تميز القصة، خلقت نوع من التوازن في أنك تجمع أكثر من ممثل من وطن عربي، وخلت المشاهد العربي ينشد لها. يعني صرت تشوف أنه ممكن يشوف لبناني الأردني المصري السوري كذا مجتمعين بعمل واحد، وهو نتمنى وحدة الدول العربية مجتمعيا زي ما بنجتمع قاعدين في الأعمال العربية. صح. يعني من خلال أيضا متابعتك حاليا للأعمال الدرامية الموجودة خلال شهر رمضان المبارك حاليا، عم بتابع أولا؟ هل هناك متابعة؟ والله متابعة دقيقة لا ما بنوصل، لأنه إحنا يعني مشغولين كتير في موضوع مونتاج المسلسل، لأنه الحلقات تعرض على الهواء. لكن يعني بحاول يعني إني أشوف شيء من مسلسل الاختيار، يعني لأنه حقق نجاحات من بداية الجزء الأول لجزء الثاني لجزء الثالث، فعم نحاول نشوف لوين بتوصل سلسلة العمل. شوي الاختيار، وفي كمان العائدون، يمكن هدول الاثنين بحاول أخطف عليهم في بعض الأيام نظرات، ولكن إن شاء الله بعد ما ننهي بعد رمضان وبعد هنشوفهم بشكل كامل. جميل. يعني نتحدث أيضا عن الخطاب الإعلامي للدراما أو العمل الدرامي بشكل عام، ما هو هذا الخطاب وكيف يجسد على أرض الواقع حاليا؟ يعني زي ما بنعرف إحنا بالشهر شهر رمضان المبارك يعني تنوعت الأعمال الأردنية، ما كانت بس معتمدة على البدوي. يعني المشراف ممكن تصنفه عمل تاريخي وليس بدوي. نعم. كمان تواجد أعمال كوميدية، أعتقد عمل كوميدي لزميل مخرج دكتور زيد المومني، قرية خارج التغطية، برضو من إنتاجات التلفزيون اللي بنشكره أنه قاعد يساهم بتنويع الخطاب الدرامي من حيث المنتج، ما يكون معتمد على نوع معين من الدراما. فأعمالنا تنوعت السنة ما بين البدوي والتاريخي والقروي، وإن شاء الله لقدام بنروح على المودرن والأعمال الاجتماعية، لأنه إحنا يعني حتى من خلال الشخوص أو العاملين في المجال الفني، يعني إحنا اشتغلنا بالكويت، اشتغلنا بالإمارات، اشتغلنا بعمان، اشتغلنا في البحرين، اشتغلنا بالسعودية، اشتغلت بسوريا أو مجموعة كاملة اشتغلت بسوريا. فإحنا خطابنا الدرامي الأردني موجه للوطن العربي كامل. صح. ومنستقبل من الوطن العربي كل خطاباتهم الدرامية، اللي منتمنى أنه نكون في يوم واحد موحدين في الخطاب الدرامي لجميع أنحاء الوطن العربي. وهذا يمكن واحدة من أهداف حتى بيت للكل، لما نتحدث إحنا كمجموعة دول عم نبث هذا البرنامج وهذه الحلقات حتى نجمع ما بين هذا الخطاب بيننا وبين كل الدول، سواء كان مصر معنا، فلسطين، العراق، وباقي الدول أو الوطن العربي بشكل يعني عام. إن شاء الله في يوم توصلوا يكون مجموعة الدول العربية كاملة موجودة في برنامج بيت الكل. نعم. بدنا نشكرك يعني المخرج شعلان الدباس على وجودك معنا لليوم، يعطيك ألف عافية على كل الجهد اللي عم تبذله حتى توصل رسالتنا وحتى يكون العمل الدرامي دائما يليق بالأردن. أنا اللي بدي أشكركم، ورسالتنا واحدة، سواء إعلام أو عاملين في مجال الدراما، الرسالة واحدة، ما بتتفرع الأهداف، كل واحد جندي في مكانه، وإن
وإن شاء الله يا رب مستمر في العطاء ضمن قيادتنا الهاشمية والقيادات العربية كاملة. وأنا سعيد في تواجدكم ويا أهلا وسهلا فيكم. يعني صحيح إحنا في مونتاج العمل لكن شرفت هنا ونورتونا. هذا دليل على الجهد اللي والإنجاز اللي عم بيصير يعني من خلالكم. وشكرا لجميع العاملين ولمجهوداتهم اللي من خلالهم يعني قاعدين يحاولوا يعطوا برنامج مهم ينتشر في الوطن العربي. نعم كامل. كل الشكر. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المشاهدين. في دراما رمضان عشنا مع شخصيتين، شخصية بتطل عليك أو الشخصيتين كلهم بهجة ضحكة وبسمة، وهو معروف بأدائه دايما اللي فيه ارتجال، وفي مصر بنقول عليه إفيهات. إفيهات يعني إنه يقدر يطلع كلمة جملة بخفة دم والناس تحفظها طول الوقت. معروف جدا بأدائه للشخصيات دي، لكن فاجئنا باختياره كمحامي في عمل مهم جدا، عمل يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية للمرأة مع النجمة نيلي كريم ومسلسل فاتن أمل حربي. دور المحامي اللي بيحاول طول الوقت يحل لها مشاكلها ولكن بطريقته وخفة دمه ودخوله على السوشيال ميديا، وطبعا اسمه شكيب، فمتخيلوا بقى شكيب يبقى عامل ازاي. الدور التاني مختلف، شخصية مدرس رياضيات او ماث أو مادة الحساب زي ما بنقول، إزاي يقدر يوصل ده مستر فايز. الشخصيتين مختلفين تماماً، من الرياضة والحساب لمحامي في قانون ومحكمة وقانون يهتم جداً بالمرأة، قانون الأحوال الشخصية. قدر إزاي يعمل الفرق ده اللي خلانا نيجي بالكاميرا هنا في المسرح ونسأله ونشوف حكاية رمضان مع شكيب ومستر فايز في بيت للكل. انا مدرس يخش بيتي ويعمل فيا اللي بعمله في الناس وكمان اجيب له شاي وكيك؟ السلوجان بتاعنا خد نصيحه مجاني وتعالى تاني. الى اللقاء. هو فنان عموما يعني من اكتر الفنانين في جيله، معروف بخفه دمه، معروف بالبهجه، معروف بالضحكه، وليه اسلوبه المميز. تسمعه راديو، تشوفه تلفزيون، تقابله في اي مكان، تعرف ان انت هتلتقي بنجم الكوميديا الفنان محمد ثروت. مساء الخير. مساء النور يا فندم. منورنا. الله يخليك. ده نور. وانا جايه متحفزه لك جدا. ليه؟ لا يعني من كتر ما بتفرج عليك كل يوم. اولا انت في رمضان 2022 بتقدم شخصيتين مختلفين على بعض تماما. فكلمني عن فاتن أمل حربي وعن دايما عامر. ده فعلا الشخصيتين شكيب ومستر شكيب الإسكندراني المحامي. أيوة. في فاتن فايز. أمل حربي وفايز مدرس الرياضة. أيوة. في دايما عامر هما شخصيتين مختلفتين عموما. يعني الشخصية الأولانية فايز مدرس الرياضة، أنا أول مرة أعمل مدرس رياضة في حياتي الفنية عموما يعني، بس لما الدور اتعرض عليا إيه؟ أنت شاطر في الرياضة؟ لا حسيتها معرفش ليه. جدول الضرب وشكرا. صعبة قوي. ده فعلا. فالشخصية مختلفة تماما. لما جيت قريت الشخصية في المسلسل لقيت ان هي مستفزة فنيا ان انت تعمليها فعلا. ازاي تقدمي مدرس الرياضة اللي موجود دلوقتي اللي ممكن يطلع منه كوميدي بس بطريقة دلوقتي مش الكليشيه اللي هو القديم. بخلاف ان هو مدرس بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوصل المعلومة للطالب بطريقة مبتكرة، ألا وهي اللي هي أنه هو بيغني المنهج. يعني الأغنية اللي بتاعت شيكا شيكا دادا هنقفل الرياضة. أيوة. دي عملت ولاد كلهم بيغنوها الحمد دلوقتي الحمد لله رب العالمين. والله ده يعني أنها لقت صدى عند الناس، ده حاجة جميلة جدا. ولأن الرياضة مادة صعبة يعني الولاد دايما عندهم مشكلة في الماث أو في الرياضة. ده فعلا. فهي مادة صعبة، فيمكن برضو تكون طريقة إن الناس تفكر إنه يدخل الغنى يسهل الدنيا. هو أول مدرس في المسلسل ابتكر شخصية أو ابتكر قصدي طريقة إنه هو يحاول يوصل المعلومة للطالب في إطار غنائي، اللي هو لو غنى له مثلا الـ 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 القانون الفلاني أو الطريقة الفلانية لحل المسألة الفلانية هتثبت في دماغه أكتر. فبالتالي هو فكر على قد ما قدرته أو على قد تفكيره أنه هو يطور الشغلين. فدي شخصية جميلة جدا يعني ليها. قعدت مع حد من المدرسين أو يعني رحت للسكة إزاي؟ رحت للسكة إزاي؟ لا هو في طبعا شخصيات في
في ذكرياتنا طبعا المدرسين اللي احنا قعدنا معاهم سواء في المرحله الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه ما بننساهمش ابدا يعني. فبالتالي هو فايز فيه شويه من اللي انا كنت فاكره من المدرسين اللي كنت فاكرهم. طريقه الكلام، لزمات معينه وهو بيشرح، لكنه لو في لكنه مميزه يعني. فبالتالي الحمد لله اللي انا عملت شخصيه زي ديت ليها دور في المسلسل او ليها فاعليه في الاحداث ذات نفسها، خصوصا ان هو في المسلسل بيتعمل عليه زي عمليه هاك تاخد منه الامتحانات. أيوة. فده المفروض ان وده بيحصل في الواقع، ده بيحصل في الواقع لان كده كده الطلبه بقوا مش اذكى ولكن اكثر مواكبه في عصر التكنولوجيا اللي احنا فيه. أكيد. والمدرس واقف زي ما هو مكانه. صح لي يا ابن انت وهو، فوقوا خدوا قهوه ساده، ذاكروا ملازمي بزياده هتلاقوا فيها افاده، ده انا فايز وحش الرياضه. شيكا شيكا بابا، سعدنا بلقائكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. الحصه خلصت وكانت جبر وجبر الخواطر على الله. نسيتوني السماعه. في مسلسل دايما عامر يعني بحس ان في كواليس كتيره جدا. يعني انا متخيله انه كان لازم يكون في كاميرا غير الكاميرا اللي احنا بنتفرج عليها. لان انتوا سواحين في مصر ده فعلا يعني، وبعدين بتلفوا مجاميع ده فعلا، اطفال ومدرسين والكرو، رحله يعني رحله الرحله المدرسيه اللي بتعملوها كل يوم. هو هو اعتقد ان هو كواليس المسلسل هي الشغل اللي كان في المسلسل يعني. في اللي هي الرحله بتاعت الاقصر واسوان، كان معانا الست النظره طبعا الاستاذه لبلبه، فاحنا غلبتوها ان هي الست النظره فعلا. المدرسين كانوا بيتعاملوا برضو نفس الحكايه، انا برضو كنت زي ما تقول ماسك الشخصيه انا ومحمد محمود طبعا مدرس اللغه العربيه، فبالتالي في صداقه ما بينهم. فكده كان بيحصل في الكواليس يعني. اعتقد كان في فيديو نزل اللي هو بقول للاستاذه لبلبه انت كويس اللي انت جيتي العزبه عشان تيجي تشوفي مالك وحالك، وخصوصا ان الهرم الصغيره على ميرنا نور الدين. أيوة. ان هي بنتها يعني بنعمل. أيوة. اللي احنا جايين من ده. ففي لا موقف كوميدي، ده الفيديو ده لف السوشيال ميديا. مجدي العواري كمخرج يعني كان دماغه برضو هتشت منه في الكواليس لانه كان بيجمعنا من المعبد. مجدي الهواري كان حريص على ايه؟ يقول لكم ايه علشان انتم مدرسين برضو يعني؟ بصي هو الواحد طبعا مبسوط ان هو اشتغل في وسط كوكبه فنيه زي ديت، استاذ مصطفى شعبان، استاذ صلاح عبد الله، استاذه لبلبه، ميرنا نور الدين، شامي، كريم عفيفي، مش عايز انسى حد. بس انا متاكده في افيهات راحت يا حرام في الكواليس. طبعا كنا عايزين نجيبها، كنا عايزين نسجلها اساسا يعني. نجيبها. مصطفى شعبان انا بالنسبه لي انا مبسوط جدا طبعا، انا اشتغلت مع يعني ميجا ستار زي مصطفى شعبان، ممثل جميل جدا طبعاً. ممثل بيحاسب على اختياراته وامكانيه ان هو يعمل شخصيات متنوعه، ان هو يظهر على الشاشه مختلف تماما عن السنه اللي فاتت. بيتكلم في قضيه فعلا تهم الناس وتهم المجتمع، فده حاجه جميله جدا. مجد الهواري بقى يعني كمخرج طبعا امكانيه السيطره على هؤلاء النجوم وان هو يظهرهم بمظهر جميل جدا يليق نجوم والطلبه واولياء الامور ويظهر المشاكل اولياء الامور في الكواليس وفي الحياه كم هائل من الممثلين يعني طبعا. خصوصا النجوم اللي موجودين، بخلاف ان في طلبه فعلا عندهم حكايات جوه العمل، فامكانيه السيطره على دوت وابرازه بشكل فني جميل جدا يليق بالنجوم اللي معاه، فده حاجه جميله جدا طبعا. مسلسل فاتن امل حربي السنه دي الحقيقه من اهم مسلسلات رمضان. انت عامل دور صعب كمان، دور شكيب. فالدور يعني السكه اللي اخذ بيها الدور، مين اللي ادى السكه انه يبقى فيها شويه من الكوميديا تخفف شويه من المشاهد الصعبه بتاعه القهر والظلم مش اول عمل اتعامل مع منذر العدل. اول عمل كان صاحب المقام، وتاني عمل كان السنه اللي فاتت اللي هو بين السماء والارض، شخصيه جلاله ابو الوفا. طبعا اول مره مع نيلي تعمل حاجه، اول مره مع نيلي. وبالمناسبه هي ممثله جميله جدا جدا، ممثله بتعرف تنقي الحاجه اللي تعرف تتكلم بيها مع الناس او القضايا اللي هي بتهم الناس بتهم المجتمع. ممثله عارفه تعزف على ادواتها
الفنية زي ما احنا بنقول. ازاي حصل كيمياء؟ يعني احنا شفنا في المسلسل كيمياء حلوة بينك وبين نيلي. يعني نيلي بتقدم عمل جاد جدا وبتبقى يعني مش طايقة نفسها في المحكمة، بس اعتقد وجودك جنبها كان بيخليها شوية عندها بسمة على وشها. هل ده كان مقصود؟ هو مقصود لانه هو لازم يحصل زي ما تقولي عشرة ما بين فاتن امل حربي وشكيب الاسكندراني، بحكم ان هي بتشوفه كل يوم، بتحكي له على مشاكلها، لو في قضايا اكيد مصيريه هو ماسكها لها، فبالتالي لازم يحصل نوع من التعاطف بينه وبين فاتن امل حربي. اول يوم تصوير الكيمياء طلعت ازاي؟ والله طلعت كده يعني بالبركه. مفروض ان الدور فاتن امل حربي بتتعرض بقى للازمات والمشاكل وعايزه طبعا الطلاق وتاخد يعني حل في قضيتها الكبيره، لكن كمان هي ظروفها صعبه فكان لازم تاخد محامي على قد حلها. فشكيب اولا مش محامي بس على قد حاله، لكن محامي مودرن بيتعامل مع السوشيال ميديا وشفنا مشاهد وانت بتتكلم مع السوشيال ميديا، فمحامي برضو مختلف. ازاي رحت له؟ ازاي قلدت محامي كده؟ هو ده من ضمن الحاجات اللي هي خلتني ان انا اقبل الدور عموما، يعني لان انا الترشيح جالي من مندو، قعدت مع مندو قعدت جلسات عمل يعني طبعا، واتفقنا على شكل الشخصيه، طريقه الكلام، هو عامل ازاي، هل كان متمرمط في المحاماه قبليها الى ان عمل المكتب، هو ازاي طريقته وعامله ازاي، هو قواضي ذات نفسها اللي كانت قبل فاتن امل حربي عامله ازاي وبعدها ازاي، طريقه الكلام، الافيهات ذات نفسها اللي موجوده، خصوصا ان هو يعتبر البسمه الوحيده اللي موجوده في الافيهات دي كانت بتاعتك اكيد، انا متاكده انها بتاعتك يعني الدستوريه العليا اللي انت حسست الناس خلاص الناس بقت عارفه ان كده بقت الدستوريه العليا على طول يعني. فيعني اعتقد دي كانت خاصه، وفي مشاهد طبعا كان لازم يبقى فيها افيهات تخفف حده الموضوع، وفي مشاهد طبعا ما ينفعش فيها الحاجات دي خالص، او ما ينفعش فيها جديه فيها جديه، ودي المرونه اللي في دور شكيب الاسكندراني اللي هي استفزتني فنيا، اللي انا عمل شكيب الاسكندراني المحامي، او الاختلاف اللي كان ما بينه وما بين راضي عبد التواب المحامي. فالحمد لله رب العالمين ان هو لقيت ان هو حقق صدى مع الناس حلو جدا جدا، الناس كانت حابه شكيب الاسكندراني يظهر في حاجاته، مستنيه منه افيه حتى لو في ايوه بالظبط هيشوف هيعمل ايه. ووصلنا لختام حلقتنا النهارده اللي قلنا فيها ازاي حضرتك ترفعي دعوه تمكين من شقه الزوجيه خاصه لو انت حاضنه. استنونا الحلقه الجايه عشان نقول لكم يا رجاله ازاي تفسدوا قضيه التمكين من منزل الزوجيه حتى لو المدام حاضنه. سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. كان معكم شكيب الإسكندراني، وزي ما احنا متعودين لازم ندوس على الجرس عشان يعمل تنتن والفولور يزيدوا ونزيد بيكم، وطبعا السلوجان بتاعنا خد نصيحة مجاني وتعالى تاني. إلى اللقاء. أنا قبل ما أختم عايزة منك حاجة. تخيل كده أنا أم طالبة عند مستر فايز خلاص، بس أنت هتقول للكاميرا لشكيب ان انا هبعت لك انت مستر فايز وهتبعت ام الطالبه دي عندها قضيه هتروح لشكيب وانت مستر فايز، يعني انت عايزاني يعني بطريقه مستر فايز بيكلم شكيب وشكيب بيسمع ويرد عليه عشان كده نختم رمضان على خير عشان نختم رمضان على وكده كمان ده كل مشاهدينا في دول العالم العربي يكونوا بيتابعوك في بيت للكل. حاضر مساء الخير استاذ شكيب الاسكندراني، في ام طالب عندي عايزه تيجي تعمل قضيه بتاعت نفقه وانا اديتها نمرتك، تحت امرك فايز بيه عينيا، ابعت لي بس مسج على الصفحه عندي وبعد كده ادوس جرس عشان يعمل تنتن والفولورز يزيدوا ونزيد بيكم. سعدنا بلقائكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انا بشكرك جدا فنان محمد ثروت ودايما للامام. الله يخليك يا فندم، ميرسي جدا، انا كنت مبسوط معاك النهارده في البرنامج بجد. كل سنه وانت طيب. الله يخليك وانت طيبه. في ختام لقائنا اليوم بنرجو ان تكونوا قد استمتعتم بكل الجولات العربيه اللي قدمناها على مدار شهر رمضان الكريم، كنا معاكم في الاردن، كنا معاكم في العراق، في فلسطين، ونختم معكم الليله من القاهره ومن مصر. اهلا وسهلا بكم دائما في بيت للكل.